وينضم إلينا من الحدود اليونانية التركية مراسل الغد محمد الفنيش. محمد، يعني ماذا عن أوضاع اللاجئين؟ وهل هناك استجابة من تركيا من لطلب المفوضية الأوروبية بإبعاد المهاجرين عن منطقة الحدود؟ حسب بعض وسائل الإعلام اليونانية، فإن أردوغان صرح قبل قليل أن لديه 150 ألف مهاجر على الحدود. نحن نعلم أن الرواية اليونانية كانت تقول على الحدود التركية توجد قرابة 13 ألف مهاجر. الرواية التركية سابقا كانت تقول قرابة 30 ألف مهاجر. تصريح أردوغان قبل قليل بأن لديه 150 ألف مهاجر على الحدود، وأنه يعني يؤمن بما يقول عندما قال فتح الحدود تجاه اليونان أو تجاه الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن بلغاريا هي كذلك دولة أوروبية لديها حدود مع تركيا، يتضح أن أردوغان ذاهب في توجهه. وبالتالي الأكيد أن ردود الأفعال في الساعات القادمة ستكون سواء من أثينا أو من الاتحاد الأوروبي رافضة لتصريحات أردوغان. وبالتالي أردوغان لا يريد أن يتنازل. قال بحسب وسائل الإعلام اليونانية أنه لن يوقف المهاجرين بالقوة داخل تركيا، بمعنى بعبارة أخرى بشرح آخر أنه سيفتح الحدود على الأقل. نعم. بحسب شرح المراقبين. وبالتالي الآن ستعاد الكرة من جديد وسيعاد الصراع السياسي من جديد. هنا قد يؤثر ذلك على الترتيبات المنتظرة بين الرئيس الفرنسي وإيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اللقاء المرتقب الأسبوع القادم. نعم. في إسطنبول. الأكيد أن هذه التصريحات الأخيرة لأردوغان قد تلغي هذا الاجتماع أو قد تؤثر أو قد تفرض شروط. هناك حضور قوي للجيش اليوناني على الحدود، هناك تعزيزات أمنية، هناك بناء حواجز، وبالتالي كل هذا الأمر، هذا الصراع السياسي، من يؤدي فاتورته إلى حد الساعة هو اللاجئ وهو المهاجر الذي يبحث عن حل أزمته الإنسانية بعيدا عن صراع سياسي يبدو أن حدته ترتفع يوما بعد آخر. إذن من الحدود اليونانية التركية مراسل الغد محمد الفنيش، شكرا جزيلا لك.